انا مكواجي رجلي من وانا عندي 6 سنين، متربي في المعادي السوق القديم لغايه ما اتعلمت الصنعه وبقيت كويس، وابتديت بقى ان انا اشتغل هنا واشتغل هنا. اشتغلت في الحسين، قعدت 18 سنه في الحسين، و والحمد لله ماشي معانا، وعلى قد ما بنقدر بنشتغل وبنكافح. دي بقى جلابيه جديده من عند الخياط، دي جلابيه جديده من عند الخياط. الشريط ده لازم يدق، الشريط ده لازم يندق ويبقى زي المرايه، زي ما سيادتك هتشوف دلوقتي كده. المكوى العاديه ما تعملش فيها علي؟ لا بص سيادتك، بص بقى لما بتتكوي. بتكوي الجلابيه دي بكام يا معلم؟ نعم. بتكويها بكام بقى الجلابيه؟ ب 10 جنيه. بس بتاخد وقت. ودق زي ما انت شايف، وهد وهد حيل يعني. مش المكوى الرجل اغلى ولا المكوى العاديه يا معلم؟ لا الرجل ليها شغل والعاديه ليها شغل. الرجل ليها شغل والعاديه ليها شغل. يعني الشريط ده، الشريط ده سيادتك ما يجيش ابدا على البخار، ما يجيش على البخار خالص. لازم الشريط ده يدق مره واتنين ويستوي، وبعد كده ممكن تكويه على البخار عادي. وبرده اللي بيكوى على البخار مش اي حد، لازم يكون صنايعي وشاربها عشان يعرف يطلعها. وايه الفرق بين مكوى الرجل والعاديه يا عم؟ لا الرجل، الرجل دي الاساس بتاع الشغل، بس الصنايعي اكتر. الصنايعي هربت منها من شقاها. يعني هربت منها من شقاها. كويت لي مين يا عم؟ كويت لي كتير قوي، وكويت وانا في الحسين لشيوخ، للشيوخ كلها، الجبب والافاطين وال... المكوى الرجل بقى وصلتك ليه في حياتك يا عم علي؟ وصلتني زي ما انت شايف كده الحمد لله. مفيش يعني، نحمد ربنا ان احنا واقفين على حيلنا. عيالك مثلا يعني انت ربيت عيالك منها؟ معايا محمد وابراهيم. يعني انت واقف مع عيالك برضه في ال الحاجه اللي عايزه دق بقوم ادقها. معلم عيالك المكوى دي بقى معايا ولا لا؟ معلمهم المكوى دي ما جوش عليها يعني. عشان الشقه بتاعها. يعني الشباب ما تستحملش الشقه بتاعها؟ لا لا مفيش. ما حدش رضي يخش فيها ابدا. ايه اصعب حاجه ممكن تكويها؟ اصعب حاجه؟ بالنسبة لي أنا مفيش صعوبية، عشان أنا يعني إيه صنايعي، مش بمعنى إن يعني أي حاجة مفيش صعبة عندي. يعني ممكن أكولك فستان فرح بالمكوى دي. لا 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 بتهزر يا عم علي. لا بكلمك جد والله سيادتك. وبدلة أدور ال أدور الكم سيادتك، أدور الكم بتاع البدلة. بدي شوف دي قد ايه سيادتك. شوف دي عرضها قد ايه كبيره جدا. بعمل انا ايه؟ بجيب فوطه زي دي. بجيب فوطه زي دي وافضل اتنتني فيها، واقوم واخد الكم طالع كده على الكم، طالع نازل، وادور الكم بتاع البدله. بتقعد وقت قد ايه على ما تحس ان انت عايز تحطها على النار؟ اما بتبرد يعني. تبرد المكوى احط دي واخد دي. يعني انت ممكن تكتب بيها فستان فرح؟ كل حاجه. ما هو على حسب خبره الصنايع. ايه اغرب زبون جالك يا عم علي؟ اغرب شوف حياتك بقى يعني. كتير. اتكلمنا عن اغرب زبون يا كتير.
يعني انا هنا مرة زبون جه قال لي عايزك والجلابيه دي، هو لسه جاي من البلد صحيح فعلا يعني هو من الصعيد. قلت له طب اكوالك وانت لابسها ولا اكوالك ولا تقلح ولا اكوالك؟ قال لي تنفع وانا لابسها. قلت له اه تعالى اتفضل. قام داخل، والله العظيم هذا حصل، قام داخل قمت منيمه هنا كده وربنا قمت منيمه هنا كده، وبعد كده بيقول لي طب ما فيش حاجه احطها تحت دماغي، قمت جايب له فوطه بتاع الزبون زي دي وقمت حاططها كده ونيمت ونام، واخد بالك؟ اه ايه العسل. وبعد كده جبت الكوز الميه وقمت بخ بخ جت على وشه قال لي لا 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 حسن لا حسن. اه والله. ال 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 المكوى الرجل ممكن تاثر في انهي هدوم ممكن تجي لك؟ يعني لو جالك زوم مثلا قال لك انا عايزك ودي شايف ان دي ما ينفعش معاها المكوى الرجل. لا تنفع، بس اهم شيء الصنايعي، ممكن صنايعي يحرقها. ليه؟ اتعلم يعني وصل لتعليم لمده معينه. وصل لتعليم لمده معينه، ما وصلش لدي ولدي ولدي، بيجيني جيب كسر. اكيد اكيد شفت بيجيني جيب كسر. جيب كسر ليه بتاع المدارس دي؟ يا اكسرها من ناحيتين تطلع زي السيف كسر لغايه تحت في الديل كده، محدش يعرف يعملها النهارده. اكيد اكيد يا عم علي، يعني كل واحد شاف في مجاله كتير، يعني كل واحد اخضق في مجاله. انت امتى حرقت حاجه لحد؟ لا حرقت حاجه لحد دي بقى في ايام التعليم. في ايام التعليم يعني كان لسه بقى بتمرن وبتهجى وحرقت جلابيه. يعني انا مثلا ايه مفروض انا نزلت مكوى، سيادتك بص نزلت مكوى شايف الحراره بتاعت المكوى، انا ما لازم احس بيها، اقوم جاي عند التانيه دي واعمل كده في تانيه ايه، لو حتى اتلسعت التانيه ايه مش هتبين من بره، واخد بال سيادتك؟ مفروض ان انا اعمل كده، ان انا اجس المكوى سليمه اقوم ماشي بيها واشتغل. واو قول لي اللي حرقته كان ايه؟ طيب كان جلابيه وبنطلون وتيشيرت، ثلاث اربع حتت بس مش في يوم واحد، على فترات. عملت ايه مع الزوم؟ عايز تحكي لنا كده. الزبون يجي اقول له والله اللي حصل كده 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 كده، يقول لي يا عم هقول لك ايه، عوض عليا ربنا، هاخد منك ايه، انت راجل على الله، هاخد منك ايه. قال والله وفي زبون يتمسك ان عايز جلابيته، اروح اجيب له قماش وخطاب والله. اه قبلك قبل كده الزبون عايز. اه حصل وكان داخل عيد. اللي حصل ده عشان كان في العيد. فورمه خد بال سيادتك.